الفيديو اللي ظاهر قدامكم ده وفيديوهات زيه كتير منتشرة جدا على الفيسبوك، كل شوية الاقي الفيديوهات دي ظهرت لي وكلها فكرتها واحدة، غسالة صغيرة بتبقى متركبة في الحوض، مجرد ما بنضغط عليها الكوبايات بتنضف في ثواني. الفكرة عجبتني جدا لدرجة ان انا سألت كذا حد من اللي كان منزل الفيديوهات ده الغسالة الصغيرة دي بتتباع لوحدها، بس كان الرد لا دي هي مصممة جوه الحوض، لحد ما لقيتها بتتباع لوحدها الغساله دي، فعلى طول جبتها وقلت لازم اجربها واجربها معاكم وهشوفها بقى فعلا عمليه وبتخلي الكوبايات في ثواني نظيفه ولا لا. ده شكل العلبه اللي بتيجي فيها الغساله، بيبقى معاها الخرطوم الصغير ده، ودي الغساله، دي كده كل القطع اللي جايه مع الغساله. تركيبها بقى اتقالي ان لازم يبقى ليها مكان علشان الغساله دي تنفع تشتغل، والمكان طبعا تحت الحوض. فضلت افكر اجيب لها منين الوصله، عندي وصله غساله تحت الحوض بس انا عايزه حاجه فوق الحوض علشان الرخامه، فلقيت حنفيه الفلتر فقلت اجربها، ويلا نجربها مع بعض ونشوفها هتنفع مع حنفيه الفلتر ولا لا. دي حنفيه الفلتر هدخلها فيها كده لفها، تمام دخلت كويس، والقطعه دي اركبها كده هنا الفها من هنا، وبعدين اخر حاجه بقى هدخل دي كده هنا ومعاها القطعه دي هلفها كده هنا اثبتها كويس عشان الجزء ده كده يبقى ثبت فيها، وبعدين دي هدخلها هنا. وكده غسلت كوبايات بقت جاهزه للاستخدام، هثبتها بقى هنا وبعدين نجربها مع بعض. ثبتها في الحوض بالدبل فيس ووصل بقى ليها الميه، بسم الله تمام. دي كوباية كان فيها عصير، شوفها بقى تعمل فيها ايه، بسم الله تمام. الضغطة لازم تبقى ضغطة جامدة، هنا عشان شلت ايدي شوية فقامت وقفت كده، ايه ضغطة جامدة غسلت لي الكوباية. دي كوباية تانية كان فيها لبن برضو، بسم الله برضو غسلتها، ومعايا كوبايه صغنونه برضو كده، المهم ان انا اثبتها في النص واضغط بس كده. انا بس ماسكه بايدي عشان ما الاقيهاش اتفكت وقعت، لان انا مثبتاها بالدبل فيس. لو مثلا عندي ازازه طويله كده عايزه اغسلها من جوه هثبت برضو هنا من فوق و كده هاتني الازازه. طيب هثبتها كده من فوق على الجزء ده وهضغط برضه، فعلا الميه بتوصل لفوق، يعني بصوا الميه بتضرب كويس ازاي، يعني برضه نظفت الازازه. لو عندي كوبايه طويله برضه نظفت هولي برضه من جوه. دي كوبايه رز بلبن برضه عملتها كويس، لان معناها هي تخينه، يعني غير الكوبايه حجمها من جوه تخين، الميه اتوزعت جوه كويس ما بقاش فيه اي حاجه، لكن الاثار دي من بره مش من جوه. كاس عادي اشوفه برده هينفع معايا ولا لا، بسم الله برده وزعت الميه كويس جواه ونضفته كويس جدا. طيب انا رايي بغسلت الكوبايه حلوه ولا لا، يعني بصوا مش عارفه محيراني، هي حلوه من ناحيه ان انا مثلا لو حطها على الحوض وانا بحط الكوبايه مثلا لو شاربين فيها عصير بيبسي لبن اي حاجه، بدل ما تتحط شويه على ما ابقى اغسلها، ممكن قبل ما احطها اعمل كده شويه اللي هي تنضف اللي جواها واحطها لما اجي اغسلها، ولكن ان انا اعتمد على غسلها كده في الكوبايه لا طبعا لا طبعا لا طبعا، لان اول حاجه الريحه بتاعتها مهما وزعت الميه كويس فيها الريحه بتاعتها هتبقى مش حلوه، يعني اللبن ده مثلا انا بالنسبه لي باقي ريحتها زفره، لازم اغسل الكوبايه كويس جدا. يعني انا مثلا انا عن نفسي، انا ما اعرفش حد تاني بيعمل كده ولا لا، بس انا عن نفسي عامله ليفه مخصصه للكوبايات، ولما باخد صابون مش باخد صابون من المكان اللي بغسل فيه الاطباق، لا باخد صابون من الازازه ذات نفسها، انا بغسل الكوبايات باحترام شويه، بحب الكوبايه ريحتها نظيفه حتى بره، يعني حتى في الرز بلبن غسلت فعلا كويس جدا الرز بلبن، ما خليتليش فيه لبن من جوه، بس بره طبعا لسه زي ما هي. فدي مش هعتمد عليها في الغسيل، دي بس ان انا مجرد بشرب بيها الكوبايه لحد ما اغسلها، لكن لو حد فاكر ان دي ممكن تتحط على الحوض وتجنيني عن غسيل الكوبايات فلا طبعا، الكوبايه من بره مش نظيفه، وغير طبعا ان هي من جوه يعني لسه هي ميه بس لسه عايزه صابون وليفه وتتغسل كويس جدا عشان تبرق. غير بقى ده كله
اهدار الميه، يعني هي بتهدر ميه كتير، في الضغطه الواحده بتضغط فيها كميه ميه كبيره جدا يعني حرام. فبالنسبه لي الغساله دي يعني زي ما قلت لكم بس لشطف الكوبايه قبل ما اسيبها على الحوض علشان العصير اللي جواها او المشروب اللي جواها ما ينشفش فيها.